ولاد مولعوا في كمال والوحدة بتتكاهل حطوا لها سكة الكهرباء بحلم الدبلتي وحطوا لها كهرباء في نفسي كان بعد المسيحية ويخرجوه ويقولوا فين المسيح بتاعكم؟ فين الديانة بتاعتكم؟ يا يهود يا راح مسكين من مسبح من عرفة مكتفين عيني كتاف من النار يا باشا جمع علي وجعني واحد وفي عم تعمل العنادين عم كلمة يا وراح كلمتني بحماية شيء سقني بوجي في الحياة كتر اسناني وانا رجل كبرى ونقول لما ينعى الطريق أبوك شابوك اللي خاف وانا ما عنش حاجة وقالوا عن كهربوك واستنوا فيها في الكهرباء 33 يوم الواحد في المرار والعذاب وقول له قول شايبوب الكاتب شايبوب ما قتلت الراجل ولا شفت كلنا ياخذون لحمة حين عار ويقطع رجل وقول شايبوب قول كذا قول بغض الباب اللي كتب شباب ما عرفت حاجه حرام عليك رجل السفر ورجل كلها كسرت عايزاتها من نفس الاصابه دي برضه دي برضه نفس الاصابه ابو الفضل ده برجلة الباب وكان ينزل يتكلم على كده حتى ما فيش مودين كلام عيب خالص اللي قاله لي قلت له تكسر يا باشا انا زي ماما زي ماما حرام عليا معاك عار معاك عار اعمل معروف ده احنا ناس غلابي قال لي يا مرة شرموط ده وسخة والله ما قلت لا طلعت الاساتر برا وخليني اعمل اللي فيك هي اعمل حسن توبي حسن وعبد الله توبي حسن وصابر ابو علي براس هم دول اللي جاي يقول لي يا صليب الكلب الله يحرق دينك دين اللي عملك يا كفار يا يهود يا اولاد الكلب ده طرف انت اللي ضاربين في بعض يا نصارى انتوا عايزين حرقكم زي نرمين كان والدنا يقولوا عليه زمان مفيش غير كده عضو مجلس الشعب بتاعنا اللي كان وش حسن ابو رضوان كان يقول لهم الله يديك بالعافيه على النصارى دول ادوهم الكفار اليهود دول احنا نمشيهم خالص من الدوله احنا نمشيهم خالص من البلد فبنعك في الاخبار عشان تبقى فضيحتي في البلد دولة كلي يا باشا حرام عليك عار وحرام عليك كنت معك ولا عار يقول لي ما فيش فايدة ما دام ولدك عبده مراريش يقول شايبوب اللي كتل ويعترف الكتل شايبوب انا هعمل فيك من اللي ما يعملش